المزيد تنضم إلينا من بيروت الإعلامية والنائبة بولا يعقوبيان. أهلا بك أستاذة بولا. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. بداية، تعليقك على تصريحات الرئيس الحريري بعرقلة حزب الله لتشكيل الحكومة اللبنانية. لا أعرف إذا كانت العرقلة في لبنان المستمرة هي عرقلة داخلية أو خارجية. انطباعي أن لبنان أكثر وأكثر أصبح ساحة مجددا، كما كان ساحة أثناء الحرب هو أيضا ساحة في أثناء السلم. فتقديري أنه بعض الأطراف اللبنانية تنتظر إشارات من الخارج لتأليف الحكومة، والحكومة اللبنانية أصبحت ورقة في أيدي دول إقليمية كبيرة وغير إقليمية حتى لتستخدمها ورقة ضغط في مفاوضاتها مع العالم في سياسة الأخذ والعطاء. يعني لبنان معروف أنه ضمن لعبة الأمم، والآن اللعبة تعرقل هذه الحكومة. نعم، إذن الكل يعرف، وعلى رأس ذلك البرلمان اللبناني، الكل يعرف من يعرقل المسار السياسي في الداخل اللبناني. ما هو التحرك القادم من قبلكم كبرلمانيين لبنانيين؟ أنا صراحة لا أعتقد أن حتى تشكيل الحكومة يغير كثيرا في مصير لبنان على المدى الطويل. نحن نؤجل، نرجئ الانهيار ونصلي كي لا يحصل، لكنه في اعتماد هذه السياسة المستمرة قد نصل إلى المحظور، وقد يقع لبنان في الانهيار. سبب ذلك هو الفساد الكبير المستشري، أكان في الإدارات اللبنانية أو على صعيد أعلى الهرم نزولا إلى يعني أسفل الهرم أحيانا. فالمشكلة هي مشكلة فساد مستمر ومشكلة استدانة كبيرة لا يتحملها البلد. صراحة يعني خفنا كثيرا من الانهيار، يصبح اليوم شبه واقع. ربما يصحو الشعب اللبناني بعده على واقعه المرير، وبأن السياسة المذهبية والطائفية لم تأتي إلا بمزيد من المشاكل والمصائب، وبالتالي قد يلتفت إلى انتخاب المعارضة الحقيقية المتمثلة بالمجتمع المدني، لأن أحزاب السلطة يعني واضح أنها متساوية تقريبا في التعاطي بالزبائنية السياسية، بالفساد، وبنفس طريقة الحكم القائم على تغذية الغرائز والمذهبية دون إعطاء أي مقابل للشارع اللبناني، دون إعطاء حتى الحد الأدنى الذي يحفظ ماء الوجه. فهذه السياسة واستمرارها ستؤدي حتما إلى الانهيار. آملين أن يكون هذا الانهيار فلنقل يعني جرس الإنذار الأخير ليستفيق الناس وينتخبوا بطريقة مختلفة. أشكرك الأستاذة بولا يعقوبيان، عضو البرلمان اللبناني، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا على هذه المداخلة.